السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكلمة لك. فصول الإمامة الكهنوتية وحقبتها السوداء ورصيدها المزدحم بالظلم والإرهاب والجوع والمرض والادعاء المدنس بالحق الإلهي في الحكم وجرائمها السياسية والجنائية واستعلائها المصادم للإسلام وللفطرة الإنسانية السوية وامتهانها لكرامة الإنسان اليمني واختطافها لقراره ومقدراته وكينونته لعشرة قرون متتالية، كل ذلك حرض الإنسان اليمني على الاسترداد، استرداد الكرامة وطمس معالم الإمامة وسلوكها الشيطاني وسيرتها الملطخة بالعار والجريمة وشخوصها الإرهابية وظلماتها الحالكة، ما جعل اليمنيون يتسابقون في مضمار التضحية والانتقال من عهد الظلام والجور والجهل إلى فضاء الحرية والكرامة. وبعد 5.5 عقود تسابق اليمنيون للاحتفاء وعلى نحو غير مسبوق بثورة 26 سبتمبر كما لو أنها الذكرى الأولى. ما دلالة احتفاء اليمنيين على نحو استثنائي بثورة 26 سبتمبر التي أسقطت الحكم الإمامي الكهنوتي في 1962 من القرن الماضي؟ ما نوع الاحتفاء الذي يعمله أو الذي يمارسه اليمنيون لهذه الثورة المتجذرة في وجدان وتاريخ اليمنيين؟ وما دلالة هذا الاحتفاء الاستثنائي هو عنوان حلقتنا لهذه الليلة. نستقبل مشاركاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك وعلى هاشتاج دمت يا سبتمبر التحرير وعلى الكلمة لك. معي اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك نبيل الفقيه. أهلا، أمسيك وأمسل المشاهدين الكرام جميعا وأبارك للشعب اليمني أعياده سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. نبيل، ما نوع يعني هذا الاحتفاء غير المسبوق والاستثنائي الذي تجاوز كل الوسائل التي يمكن أن يحتفي اليمنيون من خلالها؟ كان اليمنيون يحتفون بشكل رسمي بثورة سبتمبر، لكنه تعدى إلى نحو شعبي وبمختلف الطرق، ما هذه الدلالة؟ أخ محمد، عندما كان الوطن مسلوب بيد شلة فاسدة كانت هي بحوزتها هي الثورة وهي الوحدة وهي الجمهورية، وأبعد الشعب تماما عن منجزاته، وصارت المنجزات هي بيد الزعيم وبيد الشلة أو المجموعة التي كانت تحكم وتتحكم باليمن في التجارة والسياسة وخنقت الشعب، فكان الشعب بعيد عن هذا تماما. إضافة إلى ذلك أبعد الشعب عن تاريخه وأبعده عن الإمامة، وكلما نسمع علي صالح إلا في 70 الكهنوت والإمامة، ما هي الكهنوت ما هي الإمامة، سلبت حتى من مناهج الدراسة بعناية، كانت الهاشمية السياسية وراء كل ذلك وهي تشتغل بخطة محكمة، فلذلك تغيب على جيل الثمانينات والتسعينات والجيل الجديد ما هي الإمامة وماذا كانت، فأتى الحوثي على حين غرى وخدع الشعب، ورأينا الإمام أحمد والإمام يحيى كأنه مباشر، يعني ما فعله الحوثي سواء في الانقلاب أو مارسه بالقتل والتبشير وكانت تعمله الإمامة، هو عمله الإمام الهادي، هو عمله كل هذه الطائفة حينما تضعف الدولة. الاحتفاء بهذا خلال سنتين تماما رأينا الإمامة عيانا بيانا، وصلت الإمامة إلى كل بيت، وصلت إلى كل قرية، وصلت إلى كل مواطن، يعني وصلت آثارها السلبية، الآثار السلبية التي خلفتها الميليشيات هي ما نراه اليوم من قتل وتدمير وتجويع للشعب وتقسيم الطبقة، تقسيم المجتمع إلى طبقات سادة وعبيد، ويريدوا أن يعيدوا التاريخ وهم لا يعرفون أنهم
أن الجيل الآن هو ليس جيل 48، هو الجيل الذي كانوا يحكموه. الجيل الذي يحكمه الآن هو جيل مواقع التواصل الاجتماعي، جيل يطلع على العالم، جيل يضحك على كل خزعبلاتهم، لكنهم يستطيعوا تسويقها بالقوة، والقوة لن تنفع ولن تجدي أكثر من ما هم عليه الآن. يعني أنت أيضا تشير إلى أن المخلوع صالح من خلال من سياق حديثك أنه طمس معالم الفرحة والبهجة الشعبية بسبتمبر، وأيضا حاول أن يخفف من وصف الإمامة خاصة في المناهج الدراسية وهي طبعا على نحو خطير، وأن اليمنيين أيضا باتت ذاكرة اليمنيين عن الإمامة، عن ظلمها، عن كهنوتيتها، عن إجرامها بحق اليمنيين بدأت تتلاشى، إلى أن أتوا الإماميون الجدد ليعيدوا للذاكرة. إذن هذه الممارسة التي مارسها الحوثيون والمخلوع وهم الإماميون الجدد الذين حاولوا الانقلاب على كل مكتسبات اليمنيين في الحرية والكرامة، كيف دفع اليمنيين على أن يحتفوا بهذا الاحتفاء؟ يعني كل سهل، كل واد، كل بيت، وأيضا اليمنيون الذين في المهجر، ويعني احتفوا على نحو مسبوق، الكتاب، الصحفيين، الناشطين، كلهم يعني تحدثوا عن سبتمبر، عن قيمها، عن أهدافها، عن ضرورة المضي في دربها. كيف يمكننا أن نجعل من هذا الاحتفاء دفعة نحو تطهير اليمن من الإماميين الجدد؟ نعم أخ محمد، هذا سؤال مطروح ومشروع، وهذا ما فكر به الكتاب وأغلب المفكرين وأغلب الذين يهمهم الشأن اليمني. كيف نترجم ذلك على الواقع؟ كيف بدل أن تكون شعارات، بدل أن نتباكى على ثورتنا المسلوبة، لابد. نعم، إيجابية الخروج في كل المحافظات، إيجابية إيقاد الشعلة في مأرب وفي تعز وفي إب وفي صنعاء وفي أغلب المحافظات، وخرج الناس والعروض العسكرية التي كان الأمس في مأرب وغيرها، العرض العسكري في تعز الجيش الوطني، كل هذا لابد أن تترجم على أرض الواقع، وهو اتحاد اليمنيين. أولا اتحاد اليمنيين في وجه الميليشيات، فالميليشيات هذه السلالية لن تتمكن من اليمنيين إلا حين يتفرقوا. دائما هذه نظرية تاريخية، من يقرأ تاريخ الإمامة، تاريخ هذه السلالة منذ دخلوا صعدة قبل 1000 عام، لم يتمكنوا من اليمنيين إلا عندما تضعف الكيانات والقبائل وغيرها. الحل الأمثل هو أن يكون هناك إعلام موحد لكافة المكونات، أن نتخلى عن حزبيتنا ويكون حزبنا هو الوطن، آنيا تكون عقيدتنا وإيديولوجيتنا وهو الوطن. مشروعنا الذي نحن نكافح عليه هو مشروع مؤتمر الحوار، هذا مشروع أفضل مشروع أنتجته النخبة اليمنية، يكون توحدنا نحو هذا الهدف، توحد الكيانات السياسية، الأحزاب. هناك بعض من يريد أن يشق الصف وموجودة فيما بين الأحزاب، هذا ليس لصالح الثورة. هل هناك وعي مجتمعي، وعي سياسي، وعي اجتماعي أيضا عن خطورة هذه الإمامة، في حين هناك من النخب وهناك من السياسيين الذين كانوا يتدثرون برداء الثورة والجمهورية سقطوا في وحل الإماميين الجدد وتحولوا من إلى صف الإمامة وتحولوا إلى مداميك ومعاول هدم لثورة سبتمبر ولأهدافها ولقيمها وللدولة والجمهورية؟ أخ محمد، نحن نريد كما قلت لك كلمة تجمع كل هؤلاء. هناك من سقط، وهناك من تغنى في الليبرالية والعلمانية وغيرها وسقط في السلالية، وهذه مفارقة لا توجد إلا في الوطن العربي وفي اليمن. حدثت إشكالية مثل مصر وغيرها، تحدث مثل هذه الأشياء، لكن نسبة الوعي الذي أنت تقول عليه هي كفيلة بإخراج المجتمع من كل هؤلاء. عفى الله عما سلف، لكل مكونة سياسية عليها أن تتحد من أجل الوطن. يعني تقصد أن الذي وقف في صف الإمامة في 21 سبتمبر يوم النكبة يمكن أن يتم العفو عنه ليعود إلى حضن سبتمبر الأم، سبتمبر 26 سبتمبر؟
هو انا اعتقد بان يعني لا نريد ان نشق الصف اكثر ولا نريد ان كذا، خلاص حدثت اشكاليه عليهم اذا ارادوا ان يكفروا عن ذنوبهم ان نستعيد الجمهوريه جميعا ونوحد الكلمه وان تكون مشروعنا هو المشروع المؤتمر الوطني والوطن لنا جميعا. نعم. الان نتنافس على الوطن حتى اذا وجد الوطن اساسا وجدت الحريات، بعدها سنتنافس على البرامج وتنافس فيما بيننا كاحزاب. نجد نعم. الوطن وبعدها نختلف. اشكرك نبيل الفقيه على ما تفضلت بالحديث به عن سبب يعني إصرار اليمنيين على الاحتفاء بهذه الثورة، كما لو أنها الذكرى الأولى، ثورة 26 من سبتمبر التي أسقطت حكما إماميا كهنوتيا بغيضا رسخ كل معالم الجهل والخوف والظلم والجوع والمرض وغيرها. عفوا، معي اتصال. السلام عليكم. إذن قبل أن أستقبل الاتصالات، لدينا مشاركات كثيرة، خاصة اليمنيون بمختلف مشاربهم كتبوا الكثير في محراب ثورة سبتمبر، هذه الثورة العظيمة الملهمة الذي أخرجت اليمنيين حقبة سوداء، حقبة الظلم والجهل والإمامة الكهنوتية الظالمة. نبتدأ بأنيس منصور، يكتب عن 26 سبتمبر، عن ثورة 26 سبتمبر، هذه الثورة العظيمة التي سطرها اليمنيون ويعني وشباب اليمن. أنيس منصور يقول: 26 سبتمبر عيدك أيها الشعب العظيم، الشعب اليمني العظيم، تساقطت فيه أصنام الرجعية وانتهى فيه حكم الإمامة، في ذلك اليوم خلقت الإنسانية، دمت يا سبتمبر التحرير. أما الصحفي غمدان اليوسفي ففي يتحدث عن يعني الاحتفاء الذي كان يمارسه والده، يقول: لم يمر عام من الأعوام في حياة والدي إلا ويحتفل بسبتمبر بالتنصير وهو بالشعلة، ولو حتى لم نجد قيمة الكيروسين يذهب ليقترض اقتراضا. هذا هو جيل سبتمبر الذي يدرك تماما هذه الثورة وعظمتها. شاهر أحمد يقول: ثورة سبتمبر، ثورة 26 سبتمبر من أجل التحرير من حكم الإمامة ومن أجل القضاء على الجهل والجوع والتخلف والرجعية، دمت يا سبتمبر التحرير. ننتقل إلى اتصال. السلام عليكم. فقدنا الاتصال. معي أيضا اتصال آخر. السلام عليكم. فقدنا الاتصال بالاتصال الآخر. محمد عبد القوي الجريبي يورد زاملا شعبيا، يقول: يا ذي حلمت ان الامامه عايده، حلمك وحلم ابليس بالجنه هرى، لو الجنين يرجع لبطن الوالده ما عاد نرجع بعد سبتمبر ورا، دمت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال. معي اتصال. ابو عبد الله، مرحبا بك. أبو عبد الله، هلا هلا. ماذا تعني ثورة سبتمبر بالنسبة لك؟ أبو عبد الله هل تسمعني؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تعني لك ثورة 26 من سبتمبر؟ والله تعني الثورة 26 من سبتمبر يعني توحيد الوحدة. حاول أن تسمعني من الهاتف أبو عبد الله. نعم نعم أسمعك، تفضل. والله الثورة 23 من سبتمبر هي ثورة الشعب اليمني العظيم. نعم. ما دلالة هذا الاحتفاء غير المسبوق من قبل اليمنيين بهذه الثورة كما لو أنها الذكرى الأولى لها؟ والله الشعب اليمني احتفاله بالسادس والعشرين من سبتمبر. نعم. أشكرك أبو عبد الله كل الشكر. معي اتصال آخر. السلام عليكم. عوض كعدل، مرحبا بك. حياك الله، كيف حالك أستاذ محمد؟ الحمد لله. عوض، هل يمكنك أن تورد لنا السبب الرئيسي الذي جعل اليمنيين
يحتفون بسبتمبر بشكل غير مسبوق بصورة استثنائية، يعني كل صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى أيقونة سبتمبر، كل حديثهم، كل يعني حتى مشاركاتهم سواء المصورة أو المكتوبة والمقروءة والمرئية كلها بطابع وبلون سبتمبر المجيد. كيف يعني، ما هي الدلالة؟ أولا أحييك أستاذ محمد وأحيي كل العاملين في قناة سهيل، قناة الثورة والثوار. حياك الله. يوما من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا. نحيي القيادة السياسية بمناسبة الذكرى 55 لثورة 26 سبتمبر 62، وعلى رأسها الرئيس البطل المناضل الصبور الجسور الرئيس عبد الرب منصور هادي، الذي أقسم أنه سيوهب حياته فداء لهذا الوطن إن لم يحقق ما يصبو إليه الشعب اليمني، وهو الدولة المدنية الحديثة المكونة من 6 أقاليم. نعم. ثانيا نحيي أبطال ثورة 26 سبتمبر 62، الأحياء منهم الذين لا زالوا على قيد الحياة، وكذلك المجد والخلود للشهداء الأبطال الذين سقطوا في ساحات الوقع بعد التخلص من الحكم الإمامي البغيض الذي جثم على صدر الشعب اليمني في شمال الوطن قرونا من الزمن. نعم. ولهذا أستاذ محمد، السؤال الذي طرحته هذا يدل أستاذ محمد أن الشعب اليمني هذا الشعب شعب مغهور يا أستاذ محمد، وشعب مظلوم وشعب محروم، يعاني الفقر والجوع والمرض والأمراض الفتاكة التي أتته من كل حدب وصوب. هذا الشعب 55 عاما يا أستاذ محمد لم يرى النور، لم يرى العلم، لا كهرباء ولا ماء ولا صحة ولا استقرار ولا أمن. احنا ابتلينا أستاذ محمد، تخلصنا من الحكم الإمامي البغيض في شمال الوطن والحكم الاستعماري في جنوب الوطن، وظهر لنا في شمال الوطن المخلوع علي عبد الله صالح الذي حكم اليمن 33 عاما. نعم. في الحديد والنار، هي الفترة الذهبية حكم إبراهيم الحمدي الذي تآمر عليه المخلوع علي عبد الله صالح ومن تآمر معه وقتلوه. وفي جنوب الوطن بعد أن تخلصنا من الاستعمار البريطاني البغيض جاء استعمار محلي. نعم نعم، ظهر ما يسمى بالحزب الاشتراكي الذي اليمني الذي كان شعاره لا صوت يعلو فوق صوت الحزب، ولا صوت يعلو فوق صوت الحزب، أي إننا لازلنا في العبودية أستاذ محمد. والذي حكم بالحديد والنار. نعم. والذي حكم بالحديد والنار. نعم. ولا زال الشعب اليمني في جنوب الوطن أو في شمال الوطن تحت الظلم وتحت الاستبداد وتحت العبودية، لا كهرباء ولا ماء ولا تعليم ولا طرقات ولا مدارس ولا مستشفيات. نحن أستاذ محمد في القرن 21، وهذا الشعب اليمني المظلوم الشعب المسكين، انظر للدول من حوالينا يا أستاذ محمد، نحن دولة اليمن أصحاب حضارة من أكثر من 7000 سنة، دول ظهرت بعدنا من تحت الركام، واليوم يعيشون في القرن 21 حياة الرفاهية، حياة العز، حياة الأمن، حياة الاستقرار، الناس كلها تعمل بهدوء وفي نفس الوقت في طمأنينة وفي أمن وفي أمان وفي عدالة وفي مساواة. ولهذا ظهر لنا الآن أستاذ محمد ما الوجه القبيح، الوجه الذي يلبس ثورة 26 سبتمبر الذي ظهرنا في 21 سبتمبر 2014 ويقول إن هذه هي ثورة، وهو في الحقيقة أو في باطنه هو من سلالة الإمام أحمد. هؤلاء لا يقولون إن الحكم الإلهي نزل لهم فقط وإن بقية الشعب هم عبيد، ولهذا الشعب اليمني قرر أن لا تتكرر تجربة الإمامة مرة أخرى يا أستاذ محمد. نعم. مهما كانت من ترحيات إذن استحالة أمام هذا الوهج الشعبي والإصرار والإصرار والنضال، يستحيل أن تعود الإمامة مجددا، هكذا يقول اليمنيون، أليس كذلك؟ لا
لا يمكن أن يقبل الشعب اليمني مرة أخرى أن يقبل الرؤوس والأيدي والأرجل مهما كانت التضحيات. ولكن للأسف الشديد الذين قالوا أنهم شاركوا في ثورة 26 سبتمبر 62 أو آبائهم اليوم يضعوا يدهم في يد الحوثي وهم يعلمون يعلم العلم اليقين أن الإمارة قد رجعت من جديد ولكن بوجه آخر. ما سبب هذه الانتكاسة والاستيلاء على الوطن؟ ما سبب هذه الانتكاسة عوض حينما يعني يخونون الوطن ويخونون نضال آبائهم الذين بذلوا أرواحهم في سبيل هذا الوطن وفي سبيل استرداد كرامة الإنسان اليمني؟ ما سبب أن ينتكسوا هذه الانتكاسة المهينة وهذا السقوط السحيق في وحل الإمامة من جديد؟ والله عار على جبينه وما أستاذ محمد سيسجله التاريخ بجماع الشهداء الذين سقطوا في كل وادي وفي كل جبل وفي كل مدينة والذين اليوم يخوضون معارك الشرف والبطولة الذين اليوم هم على مشارف صنعاء وفي نفس الوقت على في الجو وفي صعدة وفي كل مكان. هؤلاء الذين ارتموا في احضان الحوثيين فيلعنهم الله ويلعنهم التاريخ ويلعنهم اللاعنون. يا اخي هم يعلمون علم اليقين انهم اذلوا انفسهم وهانوا كرامتهم ولكن لا خيار امامهم اخر يا استاذ محمد غير الخضوع والخنوع لهؤلاء الجبناء. وسوف يدوسهم الحوثيين سوف يدوس هؤلاء بالاقدام في شوارع صنعاء امام مرأة ومسمع الشعب اليمني كله. نعم، اذا كيف نجعل من هذا الحماس الشعبي في الاحتفاء بثورة سبتمبر وهذا العنفوان في استعادة قيمها وأهدافها وتضحياتها ونضالها وأبطالها، كيف نجعل منها محطة مهمة لتحقيق النصر واستعادة الدولة ودحر الإماميين الجدد؟ والله يا أستاذ محمد أنا شاهدت في قناة اليمن الرسمية طبعا. نعم. يمكن تشاهد وشاهد جميع الشعب اليمني امرأة الحوثيين وما تحاوث معهم اقتحموا منزلها عن طريق الشبابيك النوافذ وليس الباب الرئيسي كسروه ودخلوا وقتلوا اخوها وجرحوا ابوها ولم يكن امامها الا الفاس وضربت القاتل ضربتين في راسه حتى الموت. يمكن اليمن كله شاهد هذا المنظر. نعم. وانا اقول للشعب اليمني الذين لا زالوا صامتين والذين ينتظرون الحوثي حتى يأتي إلى بيوتهم عليهم أن يحملوا سلاحهم ويلتحقوا في جبهات القتال يقابلوا الحوثي على مسافات الكيلوات قبل أن يصلوا إلى بيوتهم. لا خيار أمام الشعب اليمني إلا حمل السلاح وقتال هؤلاء حتى آخر لحظة من دمائهم. نعم. لا يمكن التعايش مع هؤلاء مثلما طرد الشعب اليمني أجدادهم في 26 سبتمبر 62. إذن هو المسار الوحيد. أشكرك كل الشكر عوض كعدل على ما تفضلت بالحديث به عن هذه الدلالة العظيمة للاحتفاء بثورة سبتمبر، عن هذا الحماس الشعبي والرسمي والسياسي وأيضا والنضالي والمجتمعي في سبيل استرداد الدولة ودحر الإماميين الجدد. لم نكن نعرف نحن عن الإمامة، عن ظلمها، عن كهنوتيتها، عن إجرامها، عن تقييدها للحرية وامتهانها لكرامة الإنسان إلا بعد أن رأينا بأم أعيننا الإماميين الجدد كيف يقتلون الأبرياء، كيف يختطفون آلاف اليمنيين بدون وجه حق. معي اتصال. السلام عليكم. فراس النصيري، يبدو أننا فقدنا الاتصال به. معي اتصال آخر. السلام عليكم. إذن قبل أن أستقبل الاتصالات نعود إلى الأبرز المواضيع التي تحدثت عن ثورة سبتمبر وعن وهجها وإلهامها. عبد الكريم عمران يقول قد يغفر سبتمبر لمن تاب عن خذلانه إلا أن يكون حوثيا خالصا أو عفاشيا مخلصا. دمت يا سبتمبر التحرير. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجتمع حب سبتمبر وأيضا أن يجتمع حب الإمامة في آن واحد.
سبتمبر والإمامة على نقيضين مختلفين. يحيى حمران يقول: سبتمبريون في وجه الإمامة، جمهوريون ضد الولاية، يمانيون أحرار حتى النصر، دمت يا سبتمبر التحرير. معي اتصال. السلام عليكم. معي اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ الحمد لله. الاسم الكريم؟ أمين عبد الرحمن العمال من سعد. عبد الرحمن. أمين عبد الرحمن عمان من تعز. أمين عبد الرحمن، حياك الله وحيا كل أهل تعز، تعز التي اتشحت بلون سبتمبر وبالاحتفاء بها. ما هذه الدلالة ونحن نرى أيضا تعز كانت على نحو غير مسبوق واستثنائي تحتفي بشعلة سبتمبر وبأهدافها ونضالها وقيمها؟ تعز يا أخي الكريم انضربت أو قعدت، تعز عانت الكثير وعانت الوحيدات. نعم نعم أمين، أسمعك، يبدو أن الصوت يتقطع. نعم تفضل. اليمن والحمد لله ستتحرر، ستتحرر قريبا 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 بإذن الله. بإذن الله والحمد لله. على كل حال فاليمن معطاء بالرجال، ونقول للانقلابيين أنتم إلى مزبلة التاريخ، إلى مزبلة التاريخ، إلى مزبلة التاريخ. هل تعتقد أنهم بجرائمهم، بأوهامهم، بما يعملون بحق اليمنيين، باختطافهم لمؤسسات الدولة، يمكن أن يعيدوا باليمنيين إلى ما قبل 26 سبتمبر؟ هذا يا أخي يحاولوا أن يجعلوا اليمن أسوأ أسوأ مما كانت. فهي اليمن واليمنيين لهم بالمرصاد، ولا بد من تحرير اليمن، وستتحرر قريبا إن شاء الله تعالى، وهم هم مشروع إيراني فارسي دخيل على هذا الوطن الشريف، الوطن الغالي، الوطن المعطاء. هذا المشروع الدخيل كيف نستطيع إخماده وطمس معالمه الشيطانية التي تتغذى على القتل والجريمة واللصوصية والإرهاب؟ بتكاتف أبناء اليمن جميعا دون استثناء، بتكاتف أبناء اليمن. إذا تكاتف أبناء جميعا لبناء اليمن الجديد، بناء اليمن الاتحادي، بناء اليمن لنحتز بيمن ربيتنا. إذا بناء اليمن الاتحادي الجديد وتكاتف أبناء اليمن جميعا في دحر هذه الميليشيا. أشكرك أمين عبد الرحمن من مدينة تعز، هذه المدينة الشامخة الجمهورية المناضلة على مدى التاريخ، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود لاستقبال مشاركاتكم عن دلالة احتفاء اليمنيين بثورة 26 سبتمبر وفي عيدها 55 على نحو استثنائي وغير مسبوق، ما هي الدلالة؟ ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدي الكرام في برنامج برنامج الكلمة لك. نناقش في هذه الحلقة عن دلالة احتفاء اليمنيين بثورة 26 سبتمبر في عيدها 55 وعلى نحو غير مسبوق واستثنائي. معي اتصال. السلام عليكم. محمد الحكمي، مرحبا بك محمد. أحمد الحكمي. أحمد الحكمي. على حاول أن تسمعني من الهاتف أحمد. ما هي دلالة احتفاء اليمنيين واحتفالهم بذكرى ثورة 26 سبتمبر؟ فقدنا الاتصال بأحمد الحكمي. معي اتصال أيضا آخر. السلام عليكم. أبو صالح. السلام عليكم أخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بس قصير جدا، ليش الجنوب ما تحتفلش بعيد سبتمبر؟ المحافظات الجنوبية تقصد؟ اي ايوه. طبعا هناك احتفالات، احتفل الرئيس الوزراء اليوم في عدن، وهناك ايضا احتفالات في مجلس شباب الثورة في حضرموت، وهذا طبعا هذا سؤال وجيه جدا، لماذا لا يكون هناك ما دام كل المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية والشرقية تحت مظلة الجمهورية اليمنية، هذه الجمهورية اليمنية التي لها أعياد سبتمبر وأكتوبر، هي أعياد فاصلة في حياة اليمني، سواء التحرر من الاستعمار أو التحرر من الإمامة الكهنوتية، وهذا سؤال وجيه يجب أن يوجه سنتين يا أخ محمد. نعم أنا سنتين يا أخ محمد وإحنا على السوالف هذه، أين هي الحكومة؟ الحكومة ليش ما ترجعت؟ الحكومة ليش ما حررش تعز يرجع الوزراء لتعز لما ما قدرش لصنعها؟ هل شنو حرر اليمن بالسحر؟ وطبعا أي محافظة بالشمال، أين محافظة بالشمال الذي تحررها غير مدينة مأرب؟ مدينة وليس مأرب، مدينة. لا لا لا، محافظة مأرب باستثناء بقية أجزاء من صرواح وغيرها من المناطق القليلة جدا، ولا مأرب المدارس محرر. على الأبواب المدارس الناس يدرسوا، هل الدراسة أين الكتب الحكومة اللي صرفت للمبادئ على قولتك المحررة؟ الله يحفظك يا محمد، أنا أعزك أعزك وأحترمك جدا، ونحن أيضا نحترمك ونقدر لك اتصالك معنا وتواصلك، وهي دعوة يعني بالعكس نحن أيضا نفرح لهذا الرأي الصريح الواضح دون مواربة، لأنه لماذا لا تعود الحكومة تمارس أعمالها بطريقة يأمل منها اليمنيون أن تستعيد الدولة وينتصر اليمنيون على هذا الوباء، وباء الإمامة، ويعني لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا ونحن نضم أصواتنا إلى صوتك أبو صالح. لكن نعود إلى موضوعنا، لماذا يحتفل اليمنيون بسبتمبر على نحو استثنائي؟ يحتفل اليمنيون هم على أساس سبتمبر ضد الجهل وضد، ويمكن الجهل والتخلف بيرجع ثاني مرة، وطبعا بوجود الميليشيا هذا شيء طبيعي، يعني لم يكن يعهد اليمنيون كل الأمراض الأوبئة إلا في عهد الإمامة، عادت الكوليرا وعاد الجدري وعادت الكتن وكثير من عهد الإمامة التي تغطت. نعم إذا ما فيش تحرير بنية وصادقة، وهذه المنطقة لا تحررميش وهذه المنطقة حررمي وهذه المنطقة، الإصلاحيين هم دخلوا اليمن، دخل التحالف اليمن هو تحت ظل الإصلاح، والإصلاح يقيمهم هنا التحالف إنه من الإخوان المسلمين ممنوع. ماذا يا أخي يتكلم واحد بالشيخ بصراحة؟ أين الإصلاح؟ أين الإصلاح؟ ما يطلعش يعرف يقول إحنا دخلنا اليمن، عبد ربه مع 10 نفر بتعز يا أخي خاف ربك. الإصلاح هو جزء مهم من المكون اليمني الذي وقف بشموخ وإباء وتضحيات عظيمة. نعم. في وجه نعم الإمامة في وجه الانقلاب، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها وتجاوز أي قوة وقفت في وجه الانقلاب. نعم احنا ما قلنا كذا، لكن التحالف يصنفه التحالف ضد الإخوان المسلمين. لا لكن الإصلاح طبعا في بيان الله هو في البيان عن الإعلان التأسيسي قال أنه حركة إصلاحية يمنية لا تنتمي لأي تنظيم خارجي أو غيره من ذلك. هيا راضوا لنا الإمارات، راضوا لنا الإمارات، الإمارات مع مشروع لحاله، الإمارات مع مشروع لحاله، تشتي تنتقم من الإصلاح على أساس أن خرج من مواني عدن. نحن الحين بتشيل المواني، 9 مواني باليمن بتشيل الإمارات، انتقام للإصلاح على أساس يوم مقابلة عدن. أبو صالح نحن طبعا لم يأتي التحالف العربي إلا لهدف واحد وهو استعادة الدولة واستعادة الشرعية، ولا أعتقد أنه يعني يمكن أن يتيه أو يضيع في أجندات غير تلك الأجندات التي جاءت من أجل استعادة الدولة، ونتمنى أيضا أن ننجز وعدنا ونصرنا ونضالنا حتى نستعيد الدولة. أشكرك أبو صالح، معي اتصال آخر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم عبد احمد. احمد عبد احمد، احمد مرحبا بك، الكلمه لك، نحن نتحدث عن دلاله الاحتفاء بسبتمبر.
أسأل الله أن يكون إن شاء الله هذا نصر لجميع الشعب اليمني من أوله لآخره. آمين. ويكون هزيمة على من تآمر على الشعب من البداية للنهاية. آمين. وأسأل الله أن يكون في عونكم وعون كل واحد مستمع وعامل وفاعل وهم ساهم من أولهم لآخرهم. آمين يا رب. وإن شاء الله وإن شاء الله بحول الله تعالى إن هذا أن الشرذمة هذه على إن بالزوال هي في ما كان الأمر وكانت الحالة. وأستغرب يا أخي أنا بدخل في يعني موضوع آخر من الإعلاميين لا أدري عندما يكذبون في إعلامهم إيش الاستفادة منه؟ يعني أسوي بسمعتي وفي قولي وهو غير كف لهذا الأمر كله. يعني أسف شديد طبعا حينما يلجأ الكثير إلى الكذب. ما دمت وأنت صاحب قضية لماذا تلجأ إلى الكذب؟ لأن القضية العادلة بحاجة إلى مصداقية. أشكرك كل الشكر. شكرا جزيلا لك على مشاركتك. نعود إلى المشاركات لدينا في عن سبتمبر وعن الاحتفاء بسبتمبر. ابتداء من نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر يقول: مظاهر الاحتفاء والفرحة التي سادت ذكرى ثورة 26 من سبتمبر لهذا العام تكشف استحالة سماح اليمنيين للوجوه الإمامية بعودة البلاد إلى العهود الظلامية. ويضيف الفريق علي محسن في تغريدة له أيضا أخرى: لا مساومة على أهداف ثورة 26 من سبتمبر العظيمة التي تحمل المشروع الجامع لليمن الاتحادي الكبير وكل مكتسباتها الوطنية العظيمة خلال نصف قرن من الزمان. ويؤكد أن الاحتفال الشعبي بهذه المناسبة منذ بداية شهر سبتمبر دليل ناصع على تمسك الشعب اليمني بثورته وجمهوريته ورفضه القاطع لدعاة الإمامة الجدد. الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد أيضا هو يقول يتحدث عن استحالة أن يجتمع مستحيل أن يجتمع حب الجمهورية وحب الانقلاب السلالي في قلب يمني، ومستحيل أن يجتمع فكر الإمامة وأهداف ثورة سبتمبر في عقل وكيان وطني في عقل وكيان وطني مخلص. أما محافظ عدن الدكتور عبد العزيز المفلحي يقول: تحولت صفحات اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تظاهرة مضادة بشعار ثورة 26 أيلول سبتمبر ونشر كتابات تكشف ماضي الإمامة، دمت يا سبتمبر التحرير. الإعلامي محمد الربع يقول وفي معرض حديث يشكر الحوثي، يقول: شكرا للحوثي، فقد عرفنا ماذا يعني أن يحكمك أناس لا لكفاءاتهم ولا لأن الناس اختارتهم، ولكن بمؤهل بطشهم وقمعهم وتسلطهم، وينظرون للشعب أنه جزء من أمتعتهم العائلية وأثاثهم الذي أوصى به الله لهم يتقاسمه الآباء والأبناء والأقارب. ويضيف محمد الربع يقول: عرفنا وجربنا صحة الروايات التي تحكي فقر الناس وعجزهم عن توفير قوتهم وانتشار الأمراض بينهم، لا مدارس تدرس ولا مستشفيات تعالج، وشعب منغلق على العالم ووحده سيف الإمام من تدب فيه الحياة. ويضيف محمد الربع: شكرا، فمن خلالكم عرفنا لماذا كان الإماميون ينظرون للعلم كعدو وللجهل أنه حليف، ويحرضون ويقمعون المثقف والشاعر والعالم والطبيب والمتعلم. هكذا يقول: عرفنا معنى عسكري الإمام والعكفي، فهم بشر مثلنا ولكن خلقوا ليموتوا دفاعا عن حق الإمام في اختيار الوسيلة المناسبة لموتهم. أما الإعلامي أحمد الزرقة الإعلامي والصحفي ويقول: ولو لم تكن هناك فضيلة لثورة 26 سبتمبر الخالدة سوى كنس الإمامة لكفتها وفاضت. ثورة 26 سبتمبر ثورة من أجل الإنسان. علي النونو يقول: ثورة 26 سبتمبر المقدسة، يصفها بالمقدسة، هي خروج اليمن من الظلمات إلى النور، الظلمات التي يسعى كهنوت عصرنا الحاضر إعادة اليمن إليها. أما سام أبو طه فيتحدث يقول: سنبكي كما تبكي النساء
إذا لم نحافظ على ثورة 26 سبتمبر ستحل علينا لعنات أبنائنا والأجيال القادمة. دمت يا سبتمبر التحريري يا فجر النضال. أما ياسر عقيل فيقول ثورة 26 من سبتمبر هي عقيدة اليمنيين الوطنية منذ أكثر من نصف قرن، هي المجد الخالد الذي أطلق أطلق شرارتها أعظم رجال اليمن للتحرر من طغيان الإمامة. كمال حيدر يتحدث ويقول عن المعطيات، معطيات سبتمبر، يقول كل المعطيات كانت تشير إلى أنه يجب أن تكون ثورة 26 من سبتمبر عام 62 ثورة جذرية، إذ أنه لم يكن ممكنا التصالح مع ما كان قائما، أي التصالح مع الإمامة الكهنوتية، والاكتفاء فقط بتغيير نظام الحكم وإبعاد أسرة حميد الدين. وهو ما يعني أن المشكلة اليمنية مشكلة معقدة، ولم تكن أي من المعالجات التي يرعاها فريق الإصلاحيين، ويقصد بها الثوار، داخل صف الثورة قادر على الوصول بثورة سبتمبر إلى تحقيق أهدافها المبتغاة. ويقول أنه بسبب هذه هذه المعالجة غير الجذرية لوباء الإمامة من جذورها هو الانتكاسة التي تعرضنا لها، والحكم أيضا المخلوع الذي كان يتدثر برداء الإمامة. بهذه المشاركة وبمشاركة كمال حيدر نكون قد وصلنا مشاهدي الكرام إلى نهاية حلقة اليوم عن سبب احتفاء اليمنيين ودلالة احتفائهم بثورة 26 من سبتمبر على نحو مسبوق واستثنائي، وهذا يدلل على إصرارهم على طمس فصول الإمامة الكهنوتية وحقباتها السوداء ورصيدها المزدحم بالظلم والإرهاب والجوع والمرض والادعاء المدنس بالحق الإلهي في الحكم وجرائمها السياسية والجنائية على مدى قرون طويلة وجددها الإماميون الجدد وهم الحوثيون. كل عام وأنتم سبتمبريون جمهوريون متمسكون بنضال وأهداف سبتمبر وقيمها العظيمة الملهمة التي حررت الإنسان من هذا الكهنوت الظالم. في أمان الله.